فنانين مصريين عظماء، ومنهم المخرج الكبير علي عبد الخالق اللي بيتعرض لأزمة صحية بدأت يمكن من 20 يوم، حس انه تعبان شوية وتابع مع دكتور ليه، وابتدى انه يعمل تحاليل وفحوصات علشان يطمن على حالته الصحية بعد ما أثبتت إصابته بمرض السرطان. احنا دلوقتي هينضم لنا على التليفون المخرج الكبير علي عبد الخالق. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب، ولو تطمننا على حالتك الصحية. مساء النور، أهلا بحضرتك. وأنت طيبة ومشاهدينك طيبين. منورنا في التسعة يا فندم. الله يخليك، التسعة منورة بيكم. عايزة أطمن على حضرتك، ويمكن لما بنقول علي عبد الخالق كلنا بيجي في دماغنا أفلام كتير ما نقدرش ننساها، الكيف وإعدام ميت والبيضة والحجر مع الراحل الكبير أحمد زكي، وأفلام شكلت جزء كبير جدا من وجدان المصريين. ربنا يخليك ويبارك فيك. شوفي، أنا طبعا كان نفسي أطمنك، لكن يعني هو لحد دلوقتي نأمل إن تبقى الحالة مطمئنة إن شاء الله. هو يعني أنا عملت أصلي دور فترة الأيام اللي فاتت دي، كنت بعمل تحاليل، أخد عينة، العينة بتتحلل لسه ما طلعتش، نتيجتها لما تطلع بقى تروح للدكتور عشان يحدد إيه نوع الدواء المناسب، طريقة العلاج للكانسر ده، يعني إيه الطريقة المناسبة دي للعلاج. فهي خلال الأيام هتوصل، لكن انا ابتديت النهارده بعمل جلسات اشعاع في مركز الطب الاعلامي. اول جلسه هعمل 5 جلسات على 5 ايام متتاليه، يعني من غير انقطاع. هي المرحله يعني صعبه شويه، الالم صعب. ربنا يهون على حضرتك، الف الف سلامه على حضرتك. الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يخليك. وان شاء الله احنا هنطمن على حضرتك تاني بعد ظهور نتائج الفحوصات والعينه اللي تم اخذها النهارده. متشكر ليك قوي. نشكرك شكرا جزيلا المخرج الكبير علي عبد الخالق على وجودك معانا في التاسعه، وان شاء الله يعني نتمنى لحضرتك الشفاء العاجل باذن الله. وبطلب من كل محبي يعني المخرج الكبير علي عبد الخالق ان ندعي له بالصحه ودوام الصحه والعافيه، وربنا ان شاء الله يرفع عنه ويكون معانا في التاسعه ونطمن عليه تاني باذن الله وعلى صحته. دايما بنتكلم على انه فنانيننا جزء كبير من الثروة المصرية اللي يمكن على مر التاريخ بنفضل نحكي عنها، وهم اللي بيكتبوا التاريخ وهم اللي يعني بيحفظوا هذا التاريخ. فبنتمنى للمخرج الكبير علي عبد الخالق كل الصحة والشفاء العاجل بإذن الله.